السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. احنا اليوم في مساء الأربعاء وكان مؤتمر لنوكيا، ومعي هنا عادل سرطاوي مدير العلاقات العامة في نوكيا السعودية، ومعاه أشياء حلوة اليوم مرة. أشوف خلنا نشوفها، النوكيا لوميا 920 وأيضا النوكيا 820، جهازين جدد أعلنتهم اليوم نوكيا في مؤتمر صحفي كبير. وعادل هنا عشان نستعرض الأجهزة، نلقي نظرة مقربة وأيضا يجاوبنا على أسئلة كثيرة. اول سؤال واهم سؤال، اوكي، هل اخيرا راح نحصل على لوميا في السعوديه وبالعربي؟ مليون بالمئه ان شاء الله. ما شاء الله. طيب. قريبا ان شاء الله حتحصل عليهم. اليوم شفتوا الاعلان كيف كان، وان شاء الله انه حيكون يعني بدايه العوده الى الطريق الصحيح باذن الله. باذن الله. يعني الناس كثير لهم فتره وهم يبغون يجربون اللوميا، لكن كان العائق هو اللغه العربيه، وانت قلت لي انه حتى يعني نوكيا كانت تطلب من مايكروسوفت انها تسرع بالدعم اللغه العربيه عشان يقدرون يطلقون اللوميا في المنطقه، خصوصا انتم يعني السبب اللي كان محفزكم انكم تطلبونها بسرعه انكم تتوقعون لها نجاح كبير هنا. والله يا صديقي النجاح ان شاء الله متوقع يكون كبير. بتعرف انت نوكيا يعني تاريخها عريق في موضوع اللغه العربيه ودعم اللغه العربيه، ومن الرواد اصلا الحمد لله في هذا المجال، واحنا كمان برضه مبسوطين، ويعني نتطلع ان شاء الله انه نجيب لوميا للسعوديه واخيرا ويكون في دعم كامل للغه العربيه ودعم حتى لاشياء كثيره للمطورين المحليين باذن الله. طيب بما ان هذا هو اول جوال لوميا راح يدعم الويندوز 8 اللي هو النظام الجديد، ايش اكثر الاشياء اللي ممكن نطلع لها في النظام من ناحيه الخصائص، من ناحيه الهاردوير ايضا، ايش نوكيا قدمت جديد في الهاردوير الجديد هذا؟ زي ما انت عارف كان في اعلان في يونيو الماضي من مايكروسوفت عن خصائص الويندوز 8، بس طبعا ما كان في اعلان لكافه الخصائص الجديده اللي هي في الويندوز 8 اللي هي تختلف عن الويندوز 7 و7.5. من بعض الخصائص ممكن ان حتى اورجيك اياها، اللي هي خاصيه اللايف تايلز اللي هي الايقونات الحيه اللي هي تتغير يعني تحدث نفسها بنفسها، اذا كان انت كنت متصل على النت تحدث نفسها بشكل دوري. اذا انت حاطط مثلا اصدقائك واحد منهم كتب على تويتر يطلع لك باسمه على الايقونه تبعته انه هو عمل مثلا كتب كلمه في تويتر او كتب كلمه في فيسبوك. اذا كنت انت حاطط مثلا ايقونه لفيسبوك هيعطيك ابديت شو اللي عم بيصير، شو عم بيصير معك، يعني في حدا كتب عنك، في انت كتبت عن حدا، الوول تبعك ابديتس بيجيب لك اياها. في ميزة كمان مهمة جدا أعلنوا عنها مايكروسوفت وأعلننا عنها إحنا في الويندوز 8، خليني أكمل الويندوز 8 بعدين برجع لك على الهاردوير، اللي هي خاصية الأيقونات تقدر تكبرها تصغرها، يعطوك الأوبشن إنك تعملها صغيرة وسط وكبيرة حتى حسب أهميتها بالنسبة لك أنت، يعني جهازك الواجهة تبع جهازك تحددها زي ما أنت تبغى، تركز على الرياضة، تركز على مثلا الأشياء الاجتماعية، تركز على أصدقائك، تركز على أهلك، تركز على عملك اللي تبغاه أنت، هذا يرجع لك. هذا كان إجابة على مسألة التخصيص، أن كنا نقول ننتقد أن ويندوز فون متشابه من بعض، لكن كيف أميز تجربتي الخاصة أو واجهتي الخاصة؟ فأنت حتى في الإعلان اللي لاحظت كان في عامل 5-6 شاشات مختلفة، كل واحدة لها ثيم، كل واحدة لها لون، كل واحدة لها كذا، لكن الواجهة زي ما أنت شايف جميلة ومتطورة، كنت بضلها تعمل أبديت، يعني تعطيك حق أنه أنت يعني عايش في حياة معينة، عايش في جو معين، مش جامد، يعني في تفاعل ما بينكم. يعني قصة اللون الأصفر صراحة في كثير من الـ الأبحاث اللي عملناها حتى في السعودية وفي عدة دول كان في تركيز على طلب عدة ألوان، لأنه دائما الجوالات تيجي بعدة بثلاثة أو لونين، فضي أو أبيض وأسود، فإحنا حاولنا نغير. وبالبداية أول مرة كان عملناها كانت بالN9، وكان الإقبال عليها شديد، خاصة اللون البينك والسيان كان يعني في إقبال شديد عليها. طبعا الجهاز حيجي بعدة ألوان ثانية، بس إنها يعني الأصفر هو العرض، فكان شوية يعني عارف حتى يسرق الأنظار، فكان جميل. من ناحية الهاردوير زي ما أنت عارف الويندوز 7 و7.5 ما كان يدعم خاصية الـNFC، ما كان يدعم خاصية تعدد الأنوية، وفي شغلات كثيرة ما كان يدعمها، مثلا المايكرو SD ما كان يدعمها، لكن حاليا مع الويندوز 8 الحمد لله خلاص يعني انحلت العقدة، انفتح الموضوع، صرنا
عندك الجهاز طبعا يعني نبدا بالشاشه. الشاشه هي عباره عن 4.5 بوصه، شاشه كبيره يعني تناسب كافه الاستخدامات، من نوع تقنيه خاصه بنوكيا للشاشات، احنا مسمينها بيور بيور موشن اتش دي بلس. البيور موشن اتش دي بلس هي تقنيه طورتها نوكيا بالتعاون مع طبعا مع عده شركاء. الريزولوشن تبعها اعلى من الاتش دي، يعني اذا انت ملاحظ الشاشه كيف سطوعها خارجيا مثلا في الشمس تعطيك سطوع عالي جدا، يكاد يكون الافضل في 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 جوال. من ناحيه البروسيسور 1.5 ثنائي النواة اللي هو دول سناب دراجون الاس 4. من ناحيه طبعا الكاميرا هي 8 لكن فيها تقنيه طبعا البيور فيو اللي هي انت بتعرفها اكيد، يعني مشاهدينا شافوها على جهاز يعني الكاميرا تستحق كلام اكثر، خصوصا الخصائص الحلوه اللي عرضتوها اليوم. يعني في بعض التطبيقات ذكيه، في خصائص وفي تطبيقات لسه كمان ما اعلن عنها، راح تكون ان شاء الله مثيره جدا، حيعلن عنها في القريب العاجل. من ضمن الخصائص المهمه للكاميرا مثلا اللي هي السمارت شوت اللي انت شفتها، اللي انت تاخذ مثلا عده لقطات لشخص معين او لشيء معين وهو الجهاز يختار افضل لقطه. يعني مثلا اذا صورت واحد مثلا مبتسم وابتسامته مثلا زبطت في مره وما زبطت في مره، هو يختار افضل لقطه وياخذها، لكن كل الصور ما تذهب. هي بورجيك انه في صوره بس هي يقيها، حتى اذا كنت بدك تغير ما بين صوره وصوره تختار الافضل. نعم. وفي طبعا خصائص ثانيه اللي هي اللينسز اللي انت شفتها، وفيها يعني الحديث يطول، ان شاء الله يعني ترقبوا، حيكون في عرض اكثر وان شاء الله يعني نتمكن قريبا ان نعطيكم الجهاز كمان تجربوه. ممكن بس نلقي ضوء بسيط على مساله البطاريه، لان الشحن اللاسلكي عرضته بشكل جميل. بالضبط، يعني لاول مره في التليفون حيكون موجود في شريحه اللي تدعم الشحن اللاسلكي. يعني من ضمن الاكسسوارات اللي انعملت اللي هي الشريحة القطعه هذه للشحن اللاسلكي جات بشكلين، بشكل هو القطعه العاديه وبالثانيه اللي هي الفات بوي، اللي هم تعرف الفات بوي اللي بيصنعوا هذول الاكياس الكبيره اللي بنجلس عليها، بنفس الاسلوب ونفس هذا، حتى انك لما تحطها في مكتبك تكون شويه جميله، في منها بيجي كده نايم وفي منها بيجي واقف، حتى تحطها على المكتب يكون جهازك معك. طيب عندك اكسسوارات اخرى اعلنا عنها، منها سماعات مع جي بي ال، حيكون في الوايرلس تشارجنج، حيكون في كمان بسيطة. طيب كمية معلومات كبيرة اليوم. نعم. وطب عشان هذا طبعا بالنسبة لل 910 عندنا أيضا 920 آسف، في عندنا 820 أيضا، وهو طبعا اللي تعتبر الفئة اللي بعد 920. بالضبط. ال 820 لوميا 820 طبعا في مميزات أخرى كثيرة، طبعا ويندوز 8 أكيد، المعالج نفسه اللي هو السناب دراجون 1.5، الانترنال ميموري حتكون 8 جيجا، لكن الحمد لله حيدعم الاكسترنال ميموري عن طريق المايكرو اس دي، فانت ممكن تحط تزيد الذاكره عندك على الجهاز. في شيء حلو جدا في الجهاز يعني كتصميمه، التصميم اللي هو احنا بنسميه الصناعي الاندستريال ديزاين، جميل خفيف لطيف. كان في فكره انه الغطاء الخلفي هذا كله ينشال، تقدر تشيله وتغير الالوان، يعني تقدر تفكه وتغير اللون، يعني يصير معك اصفر، يصير معك عده الالوان اللي هي متوفر فيها الجهاز. طبعا برضه في الكاميرا 8 ميجا بكسل، تطبيقات ان شاء الله حتكون، يعني احنا بنعمل على انه نضع تطبيقات كثيره، من انتظار مايكروسوفت انهم يعملوا ريليس للاس دي كي حتى انه نشتغل مع المطورين ان شاء الله حتى يعملوا كثير من البرامج اللي تهم المستخدم المحلي. يعني هذه السياسه احنا اتبعناها في السنوات الماضيه، وما زلنا ونطور ان شاء الله تعاملنا مع المطورين حتى نقدم افضل الخدمات والحلول للمستخدمين في السعوديه. السؤال الذهبي دائما عند الناس، متى راح ينزلون الجوالين وكم كان يروح سعرهم؟ طبعا مهم بالنسبه لهم لان هذا اول تجربه لوميا للمستخدم العربي، فالحماس شديد الحين لاستقبال الجهازين. اكيد انت يعني لاحظت انه
مع الإعلان دوليا في نيويورك، كان في حضور إعلامي في السعودية حتى أنهم يشاهدوا الأجهزة ويشاهدوا، ما هي من ضمن الدول القليلة في العالم اللي شاهدت هذا الإعلان مباشرة وشاهدت الأجهزة بشكل حي في السعودية. هذا دليل على أن السوق السعودي مهم، وإحنا من البريوريتي ماركتس لهذه الأجهزة. يعني لما يطلق الجهاز برا في أي دولة في العالم اللي هم مجموعة دول معينة طبعا في أسواق محددة، السعودية حتكون من أوائل الدول اللي حتأخذ هذه الأجهزة. متى التاريخ بالضبط ما أعلن اليوم، لكن إن شاء الله ترقبوا، حنعلن قريبا، حنعلن عن شركات، حنعلن عن الأجهزة والأسعار و يعني أي خدمات راح نقدمها محليا إن شاء الله قريبا. شكرا أخ عادل، وكان يعني روعة لقائكم اليوم وشيء. وهذه كانت معاكم، كان معاكم إلكتروني وأقوى أجهزة نوكيا إلى هذه اللحظة، واللي نتطلع لها أكيد بكل شوق، وإن شاء الله نقدم لكم استعراض كامل ومراجعة، ولنا لقاء إن شاء الله بإذن الله مستقبلا. إلكتروني أشكركم على الحضور، إن شاء الله حنوصل هناك بإذن الله.